بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم في الجزء الخاص باليوم ضمن برنامج التمييز المؤسسي. اليوم إن شاء الله نتناول أداة التقييم الخاصة بالتمييز المؤسسي اللي هي رادار، وإن شاء الله نأخذ الطرق والأدوات الحديثة في 2020 التي نقيم بها ضمن النموذج الخاص ب 2020. طيب، أداة رادار طبعا الخاص ب 2020 مكون زي ما ذكرنا سابقا من 3 أدوات، اللي هي التوجه الدايركشن والتنفيذ والنتائج الريزلت اكسكيوتيف. التوجه الأداة الأولى، وكذلك كما ذكرنا هي العناصر اللي أمامنا. إذا لاحظنا التوجه قلنا بيتكون من معيارين، اللي هو الغاية والرؤية الاستراتيجية، عشان نقدر نكون ملمين بالمعلومات السابقة. التوجه زي ما ذكرنا فيها معيارين، أو معيار رئيسي أول وثاني، وكل معيار محتوي على عدد من العناصر الفرعية، معيار التوجه وكذلك معيار التنفيذ execution. والـ execution بيتكون من 3 معايير، وكل معيار يحمل عدد من العناصر الفرعية، المعايير الفرعية، وكذلك معيار النتائج الـ result اللي هو بيحتوي على 2 من المعايير الرئيسية، وكل معيار يحتوي على عدد من كذلك العناصر. إذا جينا وضعنا هذه المعايير والعناصر في هذا المكان، معيار التوجه وهنا النتائج وكذلك التنفيذ، عندك نجي نعطي كل محور مثلا المنهج اللي هي كخاصية، أو ك المنهج نعطيها اللي هي مدار التقييم في إطار تحقيق أهدافها، واللي هي تصبح مثلا الخاصية في المنهج سليم، والتطبيق منفذ، والتقويم والتحسين اللي هي التقويم والفهم والتعلم والتحسين. يمكن حيكون واضح في هذا الجدول، يعني إذا لاحظنا العنصر اللي هو المنهج مثلا، والعنصر كذلك يمثل التطبيق، والعنصر يمثل التقويم والتحسين. الخاصية هنطلق بها هنا بكلمة سليم أو متوائم وهكذا. فبالتالي هنا هنطلق على الخاصية والعنصر زي ما لاحظنا في الجدول، اللي هي العنصر والخاصية. طيب، كذلك نلاحظ في التوجه المنهج سليم متوائم، والتطبيق منفذ مرن، والتقييم والتحسين اللي هو التقييم والفهم والتعلم والتحسين. إذن هذا في التنفيذ، وهذا في التوجيه أو التوجه. والتوجه يحتوي على هذه العناصر التي أمامها، اللي هي في إطار المنهج سليم، في إطار التطبيق يكون منفذ، في إطار التقويم والتحسين يكون التقويم والفهم ويكون مفهومة واضحة، كذلك في إطار الإطارات الأخرى في النتائج. لو لاحظنا الصلة وسهولة الاستخدام، والنطاق ومدى الصلة، وكيفية تحقيق الأهداف والاتجاهات، وعملية المقارنات في إطار الأداء. نلاحظ بشكل واضح في الجدول، ممكن يكون واضح، اللي هي في أثناء التقييم الرادار اللي هي عبارة عن 3 مصفوفات: التوجه والتنفيذ والنتائج. 3 مصفوفات دي نحن من خلالها نستطيع أن نقيم بها. فبالتالي التوجه بيحتوي على 3 عناصر دي: 1
اثنين، ثلاثة عنصر، ثلاث عناصر، التوجه. ايش من الثلاث عناصر دي؟ العنصر الأول المنهج، الخصائص سليم، الحالة مطبق، يعني اللي كنا بنشوفه على الشكل ممكن يكون أوضح في هذا الجدول. كذلك التوجه، يعني التطبيق في حالة التوجه، كذلك عندنا التطبيق ضمن العناصر الخاصة بالتوجه. التطبيق هنا ممكن يكون التمثيل ومطبق، والمرونة لا ينطبق. وكذلك المنهج يحتوي على سليم ومتوائم، سليم حالة مطبق، ومتوائم لا ينطبق في هذه الحالة. كذلك التقويم والتحسين بيشمل التقييم والفهم، وهنا يكون مطبق، والتعلم والتحسين هيكون الحالة مطبق. نجي لمرحلة التنفيذ، والتنفيذ اللي هي كعنصر أو يحتوي على عناصر ثلاث، اللي هي المنهج، والخاصية بتاعته بتكون سليم، والحالة مطبق. خاصية التنفيذ ويكون مطبق في الحالة. كذلك عنصر التنفيذ يحتوي على التقويم والتحسين والتقييم والفهم كخصائص، من الخصائص التقييم والفهم، وفي الحالة نلقاها هنا مطبق. وكذلك التعلم والتحسين كخاصية أو خصائص، وفي الحالة نجدها مطبق. هي طبعا في أداة التقييم 2020 يمكن تكون مختلفة نوعا ما في 2013 أو في الفيرجن السابق. طيب أوزان الأهمية، إذا لاحظنا في رادار 2020 أوزان الأهمية النسبية للمعايير الرئيسية، نجد أن المحاور الثلاث، المحور الأول التوجه، والمحور الثاني التنفيذ، والمحور الثالث اللي هو النتائج. طيب لو جينا وضعنا هذه المعايير أو المحاور لمعيار كمعايير فرعية أو كأوزان كأرقام، هنجد أن التوجه يحتوي على كمعيار رئيسي، يحتوي على الغاية والرؤية الاستراتيجية. الوزن بتاعه عبارة عن 100 نقطة اللي هي في النقاط، وزن المعيار الرئيسي بالنقاط أو بالدرجات، أو الدرجات كنقاط. كذلك التوجه يحتوي على في المعايير الرئيسية، يحتوي على الثقافة المؤسسية والقيادة الكلتشر، والوزن المعياري لها 100 نقطة أي 100 درجة. طبعا الدرجة الكلية في الألف، وبالتالي 100 هنا هيكون 10%. طيب التنفيذ، إشراك المعنيين ضمن المعيار الرئيسي لمرحلة أو لمحور التنفيذ ب100 نقطة و100 درجة. والتنفيذ ببناء قيمة مستدامة ضمن المعيار الرئيسي، بناء قيمة مستدامة 200 نقطة. طيب ال200 نقطة دي بنلاحظ إنه بناء قيمة مستدامة دي معطيها أعطوها 200 نقطة، لأن التركيز عليها في الإصدار الجديد كبير، وكونه نعطي قيمة مستدامة للأعمال وقيمة مستدامة، قيمة مثلا للعميل وقيمة لكل هدف، هنا معناها في تركيز عليها. كذلك عدد الدرجات لو لاحظنا كبير في بناء القيمة، وتميزت يعني الفيرجن 2020 بأنه يعني بناء القيمة المستدامة بهذا العنصر بالذات. النتائج أو قيادة الأداء والتحول ضمن محور التنفيذ، قيادة الأداء والتحول 100 نقطة. النتائج في المعيار الرئيسي بيحتوي على انطباعات المعنيين، بتحتوي على الأداء الاستراتيجي والتشغيل. طيب الأداتين أو المحورين في إطار أو المعيارين، انطباعات المعنيين 200 نقطة، الأداء الاستراتيجي والتشغيلي 200 نقطة. طيب
إذا جينا مسكنا التوجه والتنفيذ بنلقاها 600 نقطة من الجانب دي، وإذا مسكنا النتائج بنلقاها 400 نقطة، ونلقى الدرجة الكلية هي 1000. الدرجة الكلية هي 1000، فبالتالي إجمالي النقاط في النماذج المقيمة 1000 نقطة. وهنا يعني كتذكير عشان نقدر يعني ناخذ ابعاد ونفهم هذا الجانب بشكل كبير، حنقسم هذه الاوزان لمحاور او محور ومعيار ووزن لهذا المعيار، الوزن بالنقاط كدرجات، وفي كل جانب ضمن المحاور الرئيسية الثلاث التوجه والتنفيذ والنتائج، كل واحد يحتوي على معيار رئيسي، وهذه المعايير الرئيسية نعطيها درجات ونعطيها نقاط، وبالتالي نستطيع من خلالها أن نعطي درجة نهائية. كذلك ما تميزت به يعني برنامج أو نموذج تميز أوروبا 2020 اللي هو نظام قاعدة التقييم الإلكترونية. يعني الإصدارات السابقة كانت عبر التقييم الورقي، الآن عبر الويبسايت خاص بالـ EFQM Welcome to the Digital EFQM Assess Space. هنا حتقيم نفسك أو حتضع بياناتك في الويبسايت الخاص بالـ EFQM، وبالتالي يأتي الأسسر للتقييم ضمن البيانات اللي انت اضفتها وضمن المعلومات اللي اضفتها. لو لاحظنا في هذا التقييم الالكتروني، ودي طبعا حتكون يعني حتسهل المهمه وكذلك توسع درجه النشاط في كل العالم، وبالتالي حتكون هنالك سهوله في التطبيق، سهوله في التنفيذ اذا بقت عبر الويب سايت او عبر الانترنت. في قاعده التقييم الالكترونيه ركزت على كل السياسات الخاصة بالتقييم اللي ذكرت من المحاور الثلاث لو يعني ذكرناها، وبالتالي حتوضع عبر خانات مخصصة تعطى كدرجات الأسيس بيز. طيب لو لاحظنا هنا خاص بهذا الجانب خاص ب الـ Customer Bill and Sustainable Relationship، وهنا تضع بياناتك اللي هي مثلا What We Do Application مثلا أو Approach اللي هي في المنهجية، عمل شمية المنهجية، كذلك To Deployment، كذلك في العناصر الأخرى إذا كانت واضحة يمكن في الشاشة بالنسبة لكم إذا واضحة. فنضع في كل خانة البيانات بتاعتنا، وبالتالي يأتي دور الأسيسر للتقييم في كل محور أو في كل أداة أو في كل جانب مخصص نضع بياناتنا، وبالتالي يأتي دور التقييم. السكورينج سكشن هنا نجي للدرجات، مثلا في المنهج الابروش هنا لازم ساوند اند الايند، لاحظنا فهنا حتكون بالدرجات من 20 ل 40 مثلا 60 و 80 و 100 نقطة، طبعا حسب البيانات اللي انت وضعتها هتقيم لك بشكل يعني فوري. لو لاحظنا كل الدرجات هنا، فبالتالي الاوفر اول في كل الدرجات هتكون في هذا الجانب، وممكن احنا نعرض فيديو كذلك يعني لهذا الجانب بشكل اوضح. توضع الدرجات بهذا الشكل، وبالتالي يأتي التقييم النهائي في هذا الجانب.
طيب، ده يمكن باختصار شديد ضمن الدرجات اللي بتضعها. طبعا في جزء بيكون خاص بالاسسر، طبعا يعني في جزء خاص بالكاستمر او المنشئه اللي هي حتضع المعلومات اللي هي للتقييم، وفي جزء حيكون خاص بالاسسر بيكون موضح لانه هذا خاص بالمقيم، خاص بالاستشاري على اساس انه يضع الدرجات. نجد ان مستويات التميز المؤسسي الجديده ومسمياتها الريكوجنيشن هنا مختلفه من الفيرشن السابق اللي هي لو بدينا بالفاليديتد، هنا هتكون يعني بتقابلها في التقييم السابق اللي هي كوميتد، تكون مؤسسة يعني ملتزمة ببرنامج وأوفت عليها من درجات، وبالتالي في الفيرشن الجديد validated by EFQM تكون خلاص هي تم التحقق من خلال إنها مستوفية لكل الشروط، وبالتالي تم التحقق لأنها يعني تعطى الدرجة المناسبة، وبالتالي تكون هي يعني تم التحقق منها إنها مؤهلة تماما. طيب الدرجة الثانية qualified by EFQM هي طبعا من 200 ل 300 نقطة، وإن المؤسسة المعنية هي مؤهلة للـ EFQM طبعا دي حتكون الدرجة الأولى باعتبارها مؤهلة تماما، أو يعني خلاص تم التحقق منها إنها كلها مستوفية، وهي من 200 ل 300 نقطة تكون مؤهلة. وكذلك لو جينا لدرجة الاعتراف recognized by EFQM تكون في شكل ستار اللي هي 3 ستار 4 ستار 5 and 6 and 7 ستار. هنا في كل نقطة أو 3 ستار بتقابل 300 نقطة و 400 و 500 و 600 و 700. طيب هذه الأرقام مقابلة مثلا 700 نقطة أو درجة هتقابلها اللي هي 7 ستار، هي كريكوجنايزد باي اي اف كيو ام الاعتراف، وطبعا دي في الاي اف كيو ام في الفيرشن الجديد 2020. وهنالك يعني بعض التفاصيل ان شاء الله في يعني نوضحها في اطار اخر ان شاء الله ضمن سياسات في اطار الاي اف كيو ام. ممكن نعمل كذلك بعض المقارنة في التقييم السابق أو التقييم لعام 2013 للـ EFQM أو الرادار 2013، ممكن نعمل مقارنة سريعة ونشوف درجة التقييم اللي كان بيتم في فيرشن 2013. طبعا في اختلاف في درجة التقييم الخاصة بالرادار، ولازم نحن يعني نلاحظ الفرق في التقييم. طبعا هنستخدم أداة التقييم الجديدة 2020 لكي تكون مناسبة مع نوع الأنشطة وحجم الأنشطة. نلاحظ هنا الفرق، الفرق هيكون في درجة التقييم ودرجة وفي الطرق للتقييم. طيب في المنهج رادار الخاص بعام 2013 نموذج التمييز الأوروبي الخاص ب 2013، نلاحظ هنا في طبعا عشان ما نلخبط لازم نكون عارفين ان ده خاص ب 2013. طيب نموذج التقييم الكمي للمنهجيات، هنا عندنا العنصر، العنصر اللي هي مثلا المنهجية والخاصية
وهنا بنعطيها 5%، 25%، 50%، 75% و 100%. السلامة والمنطقية، هنا احنا نضع الخاصية، المنطق في المنهجية المتبعة واضح ومحدد، هنا حسب الرقم وحسب النسبة اللي هنضيفها لا يوجد إثبات، 25% بعض الإثباتات، 50% يوجد إثبات، 75% يوجد إثباتات واضحة، 100% اللي هي الإثباتات الشمولية أي درجة كاملة. طيب، للمنهجية إجراءات تعمل وآليات محددة وواضحة. ففي المنهج القديم 2013 اللي هي مثلا نضع الدرجات هنا اللي هي إذا كانت لا يوجد إثبات، طبعا إذا كانت يوجد أو لا يوجد، أو بعض الإثباتات إذا كانت 25%، أو يوجد إثبات إذا كان 50%، أو يوجد إثباتات واضحة إذا كان 75%، أو إثباتات شمولية إذا كان 100%. كذلك في ضمن المنهجية الترابط والتكامل، مدى دعم المنهجية للسياسة الاستراتيجية، هل السياسة الاستراتيجية تدعم أو المنهج بتاعنا بدعم السياسة الاستراتيجية أم لا، وبالتالي نضع الأرقام. هنا لو لاحظنا الأرقام الدقيقة دي 0.15 حسب درجة الإثباتات في كل كولوم، 0% هنا و 25%، 20، 25، 30، 35 حسب الرقم. كذلك مدى ترابط المنهجية بالمنهجيات الأخرى، هل هنالك ترابط؟ نضع الرقم اللي نطلبه، وبالتالي هيشكل إما مثلا يوجد إثبات أو بعض الإثباتات حسب الرقم. أيضا العنصر ضمن المحور الثاني اللي هو التطبيق الديبلويمنت، طبعا في المنهج القديم التنفيذ والتنفيذ، المنهجيات مطبقة بشكل شمولي أفقيا وعموديا وعلى كافة المستويات. هنا طوال هنضع لا يوجد إثبات أو 0%، التنفيذ يغطي ربع من المجالات ذات العلاقة إذا كان 25%، طبعا ده حسب محور التطبيق. المنهجيات تختلف، لا يوجد إثبات، بعض الإثباتات يوجد إثبات، أما هنا التنفيذ يغطي ربع من المجالات ذات العلاقة في التنفيذ، طبعا حسب المنهجيات مطبقة قلنا بشكل شمولي أفقيا وعموديا على كافة المستويات والأهداف التنظيمية. 50% التنفيذ يغطي نصف من المجالات ذات العلاقة. 75% التنفيذ يغطي 3/4 من المجالات ذات العلاقة. 100% التنفيذ يغطي كافة المجالات ذات العلاقة. النظامية في إطار التطبيق، المنهجية مطبقة بطريقة، يعني إحنا هنعمل تطبيق من خلال هذا السؤال أو من خلال هذا العنصر أو هذه الخاصية، من خلال هذه الخاصية، خاصية التنفيذ، خاصية التنفيذ اللي هي من ضمنها النظامية. المنهجية هل هي مطبقة بطريقة نظامية وآلية التنفيذ مخطط لها وتم بشكل سليم ومنطقي ومستمر؟ كذلك لا يوجد إثبات 0%، طبعا بعض الإثباتات 25%، يوجد إثبات 50%، وكذلك 75% لا يوجد إثبات واضحة أو يوجد إثباتات واضحة، و 100% إثباتات شمولية. هنضع المجموع، ولاحظنا هنا كلمة المجموع، هنضع المجموع الكلي في هذا الجانب، الكل عنصر من الشكل الأفقي وبالشكل الرأسي، كل المجموع نجي نجمعه، وبالتالي نضع المجموع الكلي في هذا الجانب. دائما طبعا بالنسبة لأداة التقييم في أداة لعام 2013، نموذج التقييم الكمي للمنهجيات، كذلك المراجعة والتقييم، طبعا عندنا المنهج الجديد 2020 النتائج، أما هنا عندنا المراجعة والتقييم Review and Assessment. طيب، الخاصية في المنهج القديم طبعا القياس، والقياس عندنا عدد من العناصر الفرعية، القياس الدوري لمدى فعالية المنهجيات والأساليب المتبعة، والقياس الدوري لمدى أو لفعالية تطبيق المنهجيات، وملائمة لوسائل القياس طبعا هنا في كل جانب، لأما لا يوجد إثبات أو بعض الإثباتات إذا 25%، أو يوجد إثبات إذا كان 50%، أو يوجد إثباتات واضحة إذا كانت نسبة 75%، أو الإثباتات شمولية 100%. طيب، المراجعة والتقييم بيشمل التعلم الليرنينج،
هنا في الإدارات الفرعية باستخدام نشاطات التعلم للتعرف على أفضل الممارسات المتبعة وتحديد فرص التحسين المحتملة، وبالتالي هنعطي الدرجات، هنعطي الصفة لكل محور. أيضا ضمن المراجعة مخرجات عمليات التقييم ونشاطات التعلم يتم تحليلها للتعرف على مجالات التحسين وتحديد أولوياتها والتخطيط والتنفيذ، وبالتالي نعطي الدرجات اللي احنا شايفينها حسب 0 أو 5 أو 10 أو 15 حسب الكولوم، وبالتالي هنجي نجمع كل الأرقام دي القوسية المخفية المجموع الكلي عشان يدينا الدرجة النهائية، وبالتالي نعطي يعني الدرجة ونصنف مثلا التقييم النهائي لهذا هذه المنهجية. كذلك نموذج التقييم الكمي للنتائج النمطية والهدف والمقارنة البينية والعلاقة السببية والمجال هنا في كل جانب، مثلا في الخاصية الخاصة بالنتائج، تحسين مستمر في النتائج واستقرار النتائج الإيجابية، كذلك الهدف مدى تحقق النتائج للأهداف الموضوعة، مدى ملامة الهدف واقعي وفي تحدي، طبعا حسب الدرجات لا يوجد نتائج في النمطية إذا كان 0%، ربع من النتائج إيجابية ومستقرة بشكل إيجابي على مدى 3 سنوات 25%، ونحن ماشيين في التفاصيل، كذلك في العلاقة السببية ضمن النتائج، وكذلك المجال النتيجة تغطي كافة المجالات ذات العلاقة، والنتيجة مصنفة لكافة الفئات المعنيين والوحدات التنظيمية والقطاعات المستهدفة، وبالتالي نعطي الدرجات ونعطي الصفة كتقييم كمي للنتائج الكلية. وهكذا لدينا نموذج التقييم الموضوعي والوصفي للمنهجيات ضمن أداة التقييم رادار في المنهج 2013. ضمن المعيار الفرعي عندنا نشكل هذا الجانب لنقاط القوة والفرص أو فرص التحسين الـ Strengths and Opportunities. في عنصر الرادار ضمن نموذج التقييم الموضوعي والوصفي للمنهجيات السلامة والمنطقية، نجي نضع العنصر الفرعي، المنطق في المنهجية المتبعة واضحة ومحددة إذا كانت هنالك نقاط قوة، إذا كانت هنالك فرص للتحسين، المنهجية وإجراءات العمل وآليات محددة واضحة أو وآليات بطريقة يعني تكون واضحة، كذلك المنهجية تركز على احتياجات المتعاملين والجهات المعنية، هل المنهجية بتاعتنا بتركز على احتياجات المتعاملين؟ وهل هي بتخدم العميل أم لا؟ وبالتالي إذا كان هنالك نقاط قوة أو ضعف في التنفيذ ضمن سياسة التطبيق ضمن معيار الفرع التطبيق، وهنا طبعا المنهجية، وفي كل جانب نحن نضع نقاط القوة ونقاط الضعف أو نقاط القوة وفرص التحسين، وكذلك في النظامية هل المنهجية مطبقة بطريقة نظامية وآلية التنفيذ مخطط لها وتتم بشكل سليم ومنطقي، كذلك نضع أبرز النقاط والفرص للتحسين، وكذلك ضمن نموذج الموضوعي والوصفي للمنهجيات نضع لكل عنصر اللي هو الأداة خاصة بالرادار المراجعة والتقييم، وعندنا القياس وعندنا التعلم والتحسين، وكل أداة أو كل فرع يحتوي على يعني فروع أو عناصر فرعية، القياس الدوري ومدى فعالية المنهجيات والأساليب المتبعة، كذلك نضع عليها نقاط قوة وفرص التحسين، القياس الدوري لفعالية التطبيق والمنهجيات ضمن أداة القياس أو ضمن عملية القياس، كذلك ضمن عملية التعلم في المراجعة والتقييم هل هنالك استخدام نشاطات التعلم للتعرف على أفضل الممارسات المتبعة وتحديد فرص التحسين المحتملة، إذا كان هنالك نقاط قوة توضع وفرص تحسين، التحسين ضمن كذلك محور المراجعة والتقييم،
والفروع الرئيسية لها، مخرجات عملية التقييم ونشاطات التعلم يتم تحليلها للتعرف على مجالات التحسين وتحديد أولوياتها والتخطيط والتنفيذ لها إذا كان هنالك نقاط قوة وإذا كان هنالك opportunities أو فرص تحسين. أيضا النمطية والهدف توضع لها يعني نقاط الفرعية لها، كذلك العلاقة السببية، نقيس مدى ربط النتائج بالمنهجيات المطبقة. كذلك في المجال هنقيم النتيجة، هل تغطي كافة المجالات ذات العلاقة أم لا، وأن هل النتيجة مصنفة لكافة الفئات والوحدات في المؤسسة، وكذلك القطاعات المستهدفة. فوالح نضع نقاط القوة ونقاط الضعف، ونبدأ نقيم في كل جانب وفي كل عنصر ضمن المعيار الفرعي لكل وحدة أو لكل عنصر فرعي. فبالتالي نضع ملخص لنموذج التقييم الموضوعي والوصفي، أبرز نقاط القوة، نجي نجمع كل نقاط القوة اللي ذكرت، ونجمع كل نقاط أو كل فرص التحسين الـ opportunities، نضعها في هذا الجانب. وكذلك موضوعات الزيارة الميدانية اللي تمت في إطار نظام أو أداة رادار للتقييم، وهنا هنجي نجمع هذه البيانات أو نحللها ونحصل على الدرجات النهائية. طبعا هذا الجانب يختلف من أداة 2020 في المتطلبات الخاصة به وفي العناصر زي ما تكلمنا عنها في البداية، عنصر 2020 أو الفيرشن 2020 هي فيهم بتتميز أو بتختلف في مسألة الـ recognized وفي مسألة الـ qualification الـ qualified وفي الـ validated اللي هي في مسألة التقييم النهائي، وكذلك أداة التقييم الخاصة ب الأداة التقييم الإلكترونية أو قاعدة التقييم الإلكترونية اختلفت في 2020. طبعا في 2013 ما كان في قاعدة تقييم إلكترونية ولا العناصر الجديدة أضيفت في القيمة وغيرها من المتطلبات الخاصة بإصدار 2020. بهذا نكون قد أتينا لنهاية برنامجنا، وإن شاء الله متواصلين في برامج أخرى ومتواصلين في شرح تفاصيل أوفى إن شاء الله لهذه السياسات وهذه العمليات التي تمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها، التي تمكن المؤسسات من تحقيق التميز وبالتالي الريادة وبالتالي تحسين وتطوير العمليات. شاكر لكم كثير على استماعكم وعلى مشاركاتكم وتفاعلكم من خلال القنوات الأخرى في التواصل، وإن شاء الله نلتقي في برامج أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.